المحاضرة التاسعة من عمل نظم المعلومات الجغرافية، الفيديو السادس. في هذا الفيديو سوف نتعلم الموديل بيلدر أو باني النموذج. في الأجزاء السابقة من المحاضرة تعلمنا بعض أدوات معالجة المعطيات المكانية أو المعالجة الجغرافية. يوجد في ArcGIS مئات الأدوات من أدوات المعالجة الجغرافية، ولكن من خلال الأدوات التي تعاملنا معها أصبحنا نعرف أن كل أداة تحتاج إلى طبقة أو أكثر داخلة إليها، وينتج عن تنفيذ الأداة طبقة جديدة. عندما نقوم بالتحليل المكاني، وسوف نتعلم التحليل المكاني في الدروس القادمة، نحتاج إلى استخدام عدد كبير من هذه الأدوات. وكما ذكرنا، كل أداة لها طبقة داخلة إليها وطبقة ناتجة عنها، فيصبح تتبع سير هذه الأدوات وتتبع الطبقات الناتجة عنها صعب نسبياً. وهنا يكون استخدام الموديل بيلدر مفيد، لأن الموديل بيلدر يمكننا من إنشاء نموذج تدفق عمل GIS مرئي. طبعاً العبارة غير واضحة الآن، ستتضح أثناء التنفيذ. إذن موديل بيلدر نموذج عمل تدفقي مرئي ورسومي. يمكن أيضاً الموديل بيلدر يفيد في عملية التبادل مع الآخرين، ويمكن إعادة تنفيذه واستخدامه والتعديل عليه عدة مرات. من أجل تعلم الموديل بيلدر نفتح توتوريال 8.5. ماذا يوجد في هذا المشروع؟ يوجد طبقتين من نوع بوليجون. الطبقة الأولى هي نيبرهودز، الأحياء المتجاورة، هي عبارة عن مضلعات بلا لون، لها فقط محيط خارجي أسود عريض. إذن هذه الكائنات ذات الخط الخارجي الأسود العريض هي طبقة النيبرهودز. يوجد تحتها طبقة بنسلفانيا تراكت ستيت بلين، إذن المناطق في بنسلفانيا. طبعا هذه هي المناطق المضلعات، وتظهر تحت طبقة النيبرهودز لأن الطبقة بلا لون كما ذكرنا. ونلاحظ أن بعض الأحياء يوجد فيها أكثر من تراكت، هذه هي الداتا التي سنعمل عليها. لنبدأ بإنشاء الموديل بيلدر. الموديل بيلدر لا يمكن إنشاءه مستقلاً أو حراً، لابد من إنشائه ضمن تول بوكس، ضمن صندوق أدوات. نذهب إلى نافذة Arc Toolbox في مكان فارغ، نقر يميني ونأخذ Add Toolbox. في نافذة Add Toolbox يوجد الأمر New Toolbox. بعض النسخ من الـ ArcGIS يظهر مباشرة New Toolbox، والبعض الآخر يكون محتوى ضمن نافذة Add Toolbox. نأخذ أمر New Toolbox، هذا هو صندوق الأدوات الجديد، لنسميه بما أننا خاص بنا أو سنعمل عليه، نسميه My Box. ننقر للتثبيت ثم نحدد ونفتح Open. سيظهر هنا صندوق الأدوات My Box الذي أنشأناه. كيف ننشئ بداخله الموديل؟ نقر يميني ونيو. يوجد احتمالين، إما صندوق أدوات آخر فرعي أو نيو موديل. نأخذ نيو موديل، تفتح مباشرة نافذة الموديل الجديد الذي سنعمل عليه. ننظم الشاشة بحيث نرى الخريطة ونرى صندوق الأدوات Arc Toolbox. أولاً لنبدأ، أول مهمة سوف نقوم بها هي عملية قص لكل التراكت التي تمتد خارج حدود طبقة النيبرهودز. تعلمنا هذه الأداة سابقاً هي كليب، إذن سنقص كل التراكت التي تمتد خارج حدود النيبرهودز. الأداة كليب لا أنقر عليها نقراً مضاعفاً، لا أريد فتحها، إنما أريد إضافتها إلى نافذة الموديل. كيف يتم ذلك؟ بالنقر والسحب والإفلات ضمن النافذة. هذه هي الأداة كليب، طبعاً هي بيضاء اللون لأنها لم تأخذ الطبقات التي ستعمل عليها. وحكماً أي أداة سوف ينتج عنها طبقة جديدة Output Feature Class كما ذكرنا سابقاً. الآن ما هي الطبقة التي سنقوم بقصها؟ هي طبقة بنسلفانيا تراكت. كيف ندخلها إلى النموذج؟ أيضاً بالنقر والسحب والإفلات. هذه هي الطبقة أصبحت داخل نافذة النموذج، ولكن لا يوجد ارتباط بينها وبين الكليب. أداة كليب لم تتعرف على هذه الطبقة. كيف ننشئ ارتباطاً بين طبقة بنسلفانيا تراكت وبين الأداة كليب؟ نأخذ
هذه الأداة connect لإنشاء الارتباط. يصبح لدينا هذه العصا السحرية، ننقر داخل بنسلفانيا تراكت ونسحب هذا الخط أو السهم إلى الأداة كلي. عند ترك الماوس تظهر لنا هذه القائمة. هنا لابد من تحديد هل هذه الطبقة بنسلفانيا تراكت هي الانبوت فيتشرز التي سيتم قصها أم هي الكليب فيتشرز حدود القص. طبعا هي الطبقة المراد قصها، إذا ننقر على انبوت فيتشرز. طبعا لم نضع كل ما يلزم لتنفيذ الأداة كليب، لابد الآن من إضافة باقي الإعدادات. بالنقر المضاعف على أداة كليب يتم فتحها. ها هي البنسلفانيا تراكت أصبحت input features، الكائنات التي سيتم قصها أو الطبقة التي سيتم قصها. ما هي الكليب features حدود القص؟ طبعا هي neighborhoods. وأين سنخزن النتائج؟ سوف نخزن النتائج في مجلد بنسلفانيا. ها هو بنسلفانيا. سنعطي المجلد أو الطبقة الناتجة عن عملية القص اسم PA من بنسلفانيا، وتراكت بما أنها هي طبقة التراكت، وكليب لأنها ناتجة عن عملية القص كليب. Save. الآن OK. نلاحظ أن الكليب أصبحت ملونة لأنها أخذت كل الإعدادات اللازمة للتنفيذ، لكنها لم تنفذ بعد. من أجل الترتيب، هنا يوجد عن تداخل بين الطبقات، من أجل الترتيب يوجد زرين سحريين هما Auto Layout ويليها Full Extent للترتيب. دائما Auto Layout أولا ثم Zoom ثم Full Extent لترتيب النموذج. لاحظنا عملية الترتيب والقراءة واضحة جدا. ستدخل الطبقة Neighborhood والطبقة Pennsylvania Tract إلى الكليب، وسوف ينتج عنها طبقة جديدة هي Pennsylvania Tract Clip ناتجة عن The Clip. أصبحت الأداة ملونة إذن، لكنها لم تنفذ. تعودنا عند تنفيذ تظهر مباشرة الطبقة الجديدة، لم تنفذ. كيف يمكن تنفيذ الأداة هنا؟ نقر يميني على الأداة كليب ثم Run للتنفيذ. تتم الآن عملية التنفيذ ونلاحظ Completed تمت، Close نغلق، ونلاحظ هنا ظهر هذا الظل وأيضا ظل للطبقة الناتجة عن الأداة كليب، وبالتالي التنفيذ تم وبشكل صحيح، وها هي الطبقة الجديدة. لكن أين الطبقة الجديدة؟ لم أرها هنا، لم تظهر على الخريطة. لتظهر الطبقة الجديدة على الخريطة نقر يميني عليها ونأخذ Add to Display. Add to Display تظهر الطبقة الجديدة على الخريطة. والآن أصبحت هذه الأحياء أو المناطق التي تمتد خارج حدود النيبرهودز لا أريدها، وبالتالي يمكن إلغاء كل طبقة بنسلفانيا تراكت الأصلية والاحتفاظ بالجديدة الناتجة عن عملية الكليب. إذا نلغي تفعيلها، وها هي المناطق أو التراكت الموجودة فقط ضمن حدود طبقة النيبرهودز. طبعا يمكن تغيير الترتيب لإيضاح الفكرة. الآن سوف نقوم بعملية يونيون. تعلمنا أداة يونيون، سنقوم بعملية يونيون لطبقة النيبرهودز ولطبقة بنسلفانيا تراكت كليب الناتجة عن عملية القص هذه. سنقوم بعملية يونيون لهاتين الطبقتين بنفس الأسلوب. نضيف الأداة يونيون، هذه هي، بالنقر والسحب والإفلات داخل النموذج. هذه هي يونيون، وهذه هي الطبقة الناتجة عن تنفيذ الأداة. وطبعا الأداة بلون أبيض لأنها لم تأخذ الإعدادات. ما هي الطبقات التي ستدخل إلى الأداة يونيون؟ سندخل إلى الأداة يونيون الطبقة الناتجة عن عملية الكليب هذه. إذا نأخذ الـ Connect للارتباط وندخل هذه الأداة إلى اليونيون. هذه Input Features.
طبقة داخلي. أيضا ماذا سندخل إلى هذه الأداة؟ سندخل الطبقة neighborhoods. لإتمام الإجراءات سوف نقوم بالنقر المضاعف على الأداة union. هذه هي، أدخلنا إليها Pennsylvania Tract Clip الناتجة عن القص، وسوف نضيف أيضا الطبقة الأخرى التي سنقوم باليونيون معها وهي طبقة neighborhoods. أين سنخزن النتيجة؟ سنخزن النتيجة في بنسلفانيا وسوف نسميها بنسلفانيا وتراكت ويونيون ناتجة عن عملية اليونيون. سيف. أوكي. طبعا الأداة أصبحت ملونة. لنأخذ الزرين السحريين Auto Layout و Full Extent، أصبح الترتيب هكذا. بكل وضوح نلاحظ هذه هي الأداة Union، دخلت إليها طبقة Pennsylvania Tract Clip، ودخلت إليها نلاحظ هنا Neighborhoods، ونتج عنها الطبقة الجديدة. لننفذ الأداة بالنقر اليميني و Run، يتم الآن التنفيذ completed و close، وأصبح الظل للأداة وللطبقة الناتجة عنها، أي التنفيذ صحيح. كيف نظهرها يميني و add to display؟ هذه هي الطبقة الجديدة. طبعا بالنسبة هنا اللون قريب جدا من الطبقة الأصلية، نغير اللون للإيضاح أكثر. لنأخذ لو فرضنا اللون الأصفر، إذن هذه هي الطبقة الجديدة، هذه الطبقة الجديدة الناتجة عن اليونيون. لو فرضنا أننا أغلقنا نافذة الموديل بيلدر، لو فرضنا أغلقنا نافذة الموديل بيلدر، كيف يمكننا أن نعود ونعدل عليها؟ نغلق النافذة. هل تريد حفظ التغييرات؟ أكيد نعم. أغلقناها. كيف يمكن أن نعود إلى الموديل بيلدر لنعمل عليه؟ من هنا، هذا هو الموديل بيلدر ضمن ماي بوكس. نقر يميني، نأخذ Edit وليس Open، نأخذ Edit وليس Open، Edit للتعديل عليه والإضافة. الآن ما المهمة المطلوبة منا؟ المهمة هي أن نقوم بعملية Dissolve. ذكرنا في أول الدرس أنه يوجد لدينا بعض، لنقوم بإعادة الترتيب، يوجد لدينا بعض الأحياء تحتوي على أكثر من تراكت، يوجد لدينا بعض الأحياء تحتوي على أكثر من تراكت. الآن أخفينا ظهور الطبقات السابقة، حافظنا على ظهور طبقة النيبرهودز، وحافظنا على ظهور طبقة بنسلفانيا تراكت يونيون، يونيون الناتجة عن عملية اجتماع الطبقات. إذن بما أنه يوجد لدينا بعض الأحياء التي تحتوي على أكثر من تراكت، سنقوم بعملية ديسولف. شرحنا ديسولف سابقا وقلنا من أجل الديسولف لابد من وجود حقل أو خاصية مشتركة. هذه الخاصية المشتركة نلاحظ من هنا من الجدول أنها عبارة عن الحقل هود. نذهب إلى الحقل هود ونلاحظ الحقل هود، هذا هو، نلاحظ يوجد قيم متكررة في الحقل هود. إذن يمكن القيام بالديسولف على أساسه، كل كائن مشترك مع الآخر بنفس الخاصية هود يتم تجميعها مع بعضها. إذن لنضيف الأداة Dissolve، هذه هي، في النقر والسحب والإفلات تظهر الأداة Dissolve. مباشرة نقوم بعمل Connect للطبقة الناتجة عن اليونيون، هي التي سنقوم بالديسولف لها، وننقر نقرا مضاعفا لإكمال الإجراء.
الديسولف إذن لهذه الطبقة الناتجة عن اليونيون، والحقل الذي سيتم الديسولف على أساسه هو حقل هود، هو حقل هود نفعل هو الحقل، والطبقة الناتجة أيضا سوف تخزن ضمن بنسلفانيا وليكن اسمها لو فرضنا بي اي ديسولف. لو فرضنا هكذا اسميناها و سيف و اوكي. ايضا نرتب النافذه وننفذ الاداه بالنقر اليميني run completed اذا close، وهذا هو الظل اصبح واضح. نضيف الطبقة الجديدة إلى الخريطة ونلاحظ كيف تم تجميع المناطق مع بعضها البعض. إذن هذا هو الدرس الموديل بيلدر، أصبح إذن هو رسومي واضح تماما كيف تدخل الطبقة وهي الطبقات الخارجية وكيف يتم تسلسل العمل. إذن هذا هو الدرس، ويرجى من الطلاب إعطاء ملخص عن الفرق بين Append وبين Union، الفرق بين Append وبين Union. انتهت المحاضرة التاسعة.